لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حتى يتم بدر سمانا. بفضل الله تعالى هذا العمل قمنا به على مدة 4 أشهر. كان هناك اختبار في بداية الأمر ل10 أجزاء، وعلى مدى 4 أشهر كان كاملا بترتيب، وتم اختبارهم بالقرآن كاملا، والذي نجح في القرآن قمنا اليوم بتكريمه. كنا نرتل آي ربي زمرة. أنا عبد الوهاب ناصيف من قرية معرات الشلف. الحمد لله أتممت حفظ القرآن الكريم في 4 أشهر، والشهر الخامس كان وهو تدريبي لتثبيت القرآن والحصول على شهادة التكريم. والحمد لله اليوم في مدينة الأتارب كنت أنا من 6 الأوائل ممتازين من حفظ القرآن الكريم. شعور رائع جدا في حفظ القرآن الكريم. أنا الطالبة سناء غاوي من قرية إبين سمعان. أتممت حفظ القرآن الكريم خلال 4 أشهر. تم اختبارنا 3 دفعات، 10 أولى و10 ثانية و10 ثالثة. يعني واليوم جينا على بلدة الأتارب، تم تكريمنا ببلدة الأتارب وفرحنا وتكرمنا وأخذنا شهادة عالية. سليم 3 كمال سليم، عبد خالد وليد مراوي، عبد الوهاب ناصيف.